جيت اليوم نوجه واحد الرساله بخصوص المقابله ديال نهار الاحد ضد سانتاوس. الدراري الله يرضي عليكم، اللعابه تاع الوداد كونوا رجال، ثيقوا في راسكم، عارفوا بان راه الشعب المغربي كامل غادي يكون وراكم. الدراري الله يرضي عليكم، ما نبغيوش نخسروا بحال ذاك العام ضد الاهلي. هذا اللقب هذا ما يمشيش من يدين، بالخصوص عندنا صراحه فريق زوين. فقط غادي ندير واحد التعقيبات اللي هو شفتهم في المقابلات الاخرين، خصوص اهم واحد هو المدرب. المدرب اخويا ما كتقراش اللعب بالرجوله، بالاخص في الدوزيام ميطا. ها انت شوف، كنشوفوا ان اين فوا كتبدا في الدوزيام ميطا تشونجي، كنحسوا بداك الفرق، يعني ما كنشوفوش داك الفرقه ولات زاد التحسن ديالها في الدوزيام ميطا، بالعكس كنشوفوا انها رجعات. فهمتي؟ يعني داك التغييرات اللي كدير راه ما خداميش. بحال اخويا كتدخلنا داك سامبو، واش دابا دخلنا عليك بالله؟ راه بحال اللي كتلعب ناقص. خلينا اخويا هذيك البحري حتى هو واخا مقتول، خليه ودخلنا سيدي مثلا ندخلوا غير هذاك بوهره، يعني يصنع لك الفرق. واش هذاك التسعود اخويا راه بحال بحال لاعب 10. يعني التغييرات اللي كدير راهم ماشي في المحل ديالهم، ما كتقراش الماتش. غنعطيك واحد النقطه، ابو سفيان دري مزيان بروميير ميطا، كيعطي داك الشيء اللي عنده في دوزيام ميطا، ما كيقدرش. علاش اللي ما ندويش معاه ونقول ليه انت باللي راك مزيان وتقدر تصنع لي فرق في دوزيام ميطا؟ يعني اين فوا الخصم كيبدا يعيا، يعني ندخلو يعطيك فرق. انا متاكد ان داك الدري كوايري عنده في رجلو يقدر يعطيك فرق. يعني انت كمدرب خاصك تقرا لي اللعب، ومشيتي كتدخل لي اخويا شي لعابه كنحسوا بان الوداد كانت في واحد النيفو كترجع، كنحسوا بان اللعابه نفسيا ما كيبقاوش دوك ما كيبقاش داك الاداء. لا فهمت، يعني المدرب راه هو اللي مسؤول، كما كنقول هو اللي مسؤول على الفريق. داكشي علاش هاد المقابله راه بمثابه حياه او موت. راك عارف حتى الشعب المغربي وعارف جمهور الوداد راه ما يقبلش الخساره. داكشي علاش قبلنا الخساره داك العام، خسرنا ضد الاهلي. هاد العام راه بالاخص الوداد مزيانه، يعني راه حنا ماركين بيت، يعني راه عندنا واحد ديفيرونس. داكشي علاش الخوت كنتمنوا انكم تكونوا رجال تقاتلوا. مدرب قرا لي اللعب، قرا لي التاكتيك، ما تزربش في الشونجمون، نشوف اللعابه اللي مزيانين. كما قلت لك نخلي شي واحد اللي يصنع لي الفرق دوزيام ميطا ميليو تيران، خنق لي اللعب. يعني الديفونس راه مزيان، ما عندنا ما نقولوا فيه، جول حتى هو مزيان. داكشي علاش ونخرج. شوف ما ديرش فكره داك الخطا اللي درتي ضد الترجي، انك تبقى راجع ليا اللور، ما ترجعش اللور. هذوك هاد السانداوس راك تلعب الكره، الا ما خرجتيش لعبتي وبقيتي راجع اللور راه كون اكيد راه ما غاديش تجيب الكاس. خاصك تخرج تقلب على البيت، قلب على البيت باش تحسم المقابله، حيت لما ماركيتي تما بيت ورابح بواحد غيوليو 3-0، عارف ان واحد بشحال كيتحسب. داكشي علاش قرا لي اللعب، ما نزربش، خرج لعب الكره، لعب بحال انت خاسر. دوي مع الدراري انك خاسر وما تغامرش في نفس الوقت. ديما هذوك الديفونس يبقاو في بلايصهم. العملود هضر ليا مع العملود ما يطلعش. الديفونس وعلى جزئيات بساط، عطيه الله كوفرات خويا من فهمتي، راك تما عطيه الله في الكوفرات. انت دابا لاعب ليسري كضرب باليسري يا كوفرات، انا نوريك باليسري خو انا لين. انت مزيان في الكوفر فقط انك تضربها خويا من الفوق، لا انت ضربها خويا من الوسط بهذا الصبيح هذا الدوزيام بوطو. واخا ما تماركاش في دوزيام بوطو يقدر يدخل فيها شي واحد بالراس، فهمتي بحال الطريقه خويا. ناخذ نفس ولكن انت اللي كاين، وان شاء الله راها مربوحه. وتحياتي لك خويا عطي الله، كنتمنى تستافد. راه لولا الظروف راه عنده خبره في الكوفره.